اداه صغيره تقدر تحول لك مضخه المياه لاداه غسل بضغط عالي، تقدر تستعملها لغش المياه، لغسل الجدران، وحتى لغش المبيدات وللتنظيف ولري الازهار. تبع مليح الفيديو. هادو المضخات كامل يقدروا يمشيو لك المرش، لكن الاحسن تركب لهم منظم الضغط باه تحافظ على المضخه تاعك وتحميها من الضغط الزائد وتحمي الانابيب. هذا منظم الضغط يمشي من 1 حتى 10 بار، 1.5 ل 10 بار، وهي كميه كافيه للمضخه، تحمي المضخه من الحراره الزائده، وترش وتوصل الضغط بكميه كافيه للمرش المياه. المرش كاين عده انواع، كاين هذا المستقيم هو اشهر واحد العادي، هذا كاين هذا النوع القديم، وكاين هذا هو الافضل بيناتهم. هذا تخدم به، عنده مثبت تخليه يخدم وحده، وعندك متحكم في نوعية الرش الطريقة هذه الجهة الخلفية، عندك الزيد ولا التحكم، مهم في نوعية الرش. هذا هو الأفضل، عندك فواهة باه تركب مباشرة، فواهة أوتوماتيكية باه تركب مباشرة في الأنبوب وإلا في المرش الطريقة هذه. مصلحتش، لازم زوج يدين، ما لقيتش كيف نخدم. المهم اللي مهتم، المضخات هادو الصغار هادو يجيبوك حتى 4 بار، المضخه الكبيره هذه ممكن توصل لك 8، هذه تكون كبيره متعدده المراحل، الضغط تاعها يكون عالي. بالنسبه للمرشات هادو مضخه صغيره 0.5 حصان تعتبر كافيه، الاحسن تركب لها منظم الضغط. تقدر تستعمل المرش لتسقي به، تغسل به السيارة، تغسل به الجدران، الحيوط، تغسل به الأدوات، تغسل به الأرضية الثاني، تنظف به، وترش به المبيدات على النباتات، تسقي به ثاني النباتات الخضر، تسقي به مليح بزاف. هذا كان مشكرو، هذا يجيو مع هادو. هاو كيفاه تاعو العلبة، فيه ثلاث أدوات، ثلاث فواهات، الأولى الثانية والثالثة، تحب تلصق في روبوني ولا في التيو، كامل يركبوا بنفس الطريقه. اللي مهتم يتصل سواء بالمضخات ولا هذو المرشات، هذه متعد احاديه المرحله، مدخل طرد مركزي صغيره، هذه ثاني ببرج مائي تلقاها ساكته شويه، هذه ثاني احاديه المرحله متعدده المراحل، الضغط تاعها يكون عالي وتوصل مسافه بعيده. هذه الجات نفاثه متعدده المراحل، هذه غالبا يجبدوا معها بتيوات، يجبدوا بها متيوات فيها عملية الشفط وتطلع ثاني للمستوى عالي.